أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبائي الأطفال. درسنا اليوم لغة عربية من مواقف الحياة، تدريبات لغوية الجزء الثاني. تذكروا معي أحداث قصة الصياد واللؤلؤة. اصطاد صياد سمكة كبيرة ثم أعطاها لزوجته لتقطعها، فوجدت في جوفها لؤلؤة نفيسة. فرح بها الصياد وعرضها على الحاكم، فأعطاه الحاكم ساحة كاملة لدخول خزائنه يأخذ منها ما يشاء من الذهب والمجوهرات. أكل الصياد ونام، فانقضى الوقت وضيع فرصته ولم يحصل على أي شيء. صل الكلمة في العمود الأول بضدها في العمود الثاني. أحبائي، الضد هو العكس. وفير، مليء، منح، حار. لدينا كلمات: تأكد، أخذ، فارغ، قليل. الآن وفير، ما ضدها؟ أحسنتم، قليل. أحسنتم يا أبطال. مليء، ما هو ضدها؟ ممتاز، مليء ضدها فارغ. منح بمعنى أعطى، ما هو ضدها يا أبطال؟ أحسنتم، أنتم رائعون، ضدها أخذ. أخيرا لدينا الفعل حارة، ما هو ضده؟ أحسنتم، حارة ضده تأكد. الآن لدينا أسئلة الفهم والاستيعاب. ماذا وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة أحبائي؟ هل تذكرون؟ أحسنتم، وجدت لؤلؤة نفيسة. السؤال الثاني: كيف أراد الحاكم أن يكافئ الصياد؟ ممتاز، منحه ساعة كاملة لدخول خزائنه يأخذ منها ما يشاء. أحسنتم. ماذا شاهد الصياد في الغرفة التي دخلها؟ ممتاز، شاهد غرفة مليئة بالجواهر والذهب، وفيها فراش وثير، بجانبه كل ما يشتهي من طعام وشراب. أتمنى منكم أحبائي أن تكملوا حل بقية الأسئلة وترسلوها لنا. شكرا.